وأن لها شأنا يجب الاهتمام به. قال ابن نورين: لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيت. ما معنى هذا الحديث؟ نريد أن نفهم معنى هذا الحديث. قال: طيب هذه قضية مفهومة، قل له لما هي مفهومة. وظل حالك ما المفهوم به ما نفهمه. كل ما ورد عن رسول الله فهو علم نافع يجب الاهتمام به ويجب أن تعتني به، ولو لأن الأمر مهم وعلم نافع ما نزل به ملك ولا حدث عنه رسول الله ولا دونه علماء الحديث ولا وصل إلينا يا إنسان. فلا تنظر إلى هذه العلوم الدينية نظرة احتقار، وتنظر إلى غيرها نظرة إكبار. هذا علم نازل عند رب العالمين، هذا له شأنه، له قيمته، له فضله، علاقته بكلام الله، وكلام الله فوق كل الكلام. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.